السلام عليكم احبابي، معي اليوم في نهار جديد. انا اليوم عاد خرجت انا وديليني، غادي نجيو نتغداو مع راساتنا. حنا دابا في دبي مول وغادي نتحوطو وندورو واحد شويه نشوفو الدنيا. سيبانا ما خرجناش حيت خالد مسكين خدام، يعني ما كنقدرش نخرج بوحديتي. فاليوم جبتها معايا تونسني وغادي ندورو انا وياها ونشوفو الدنيا وهذا ونرجعو للدار. وفي الليل غادي نشوف خالد ان شاء الله مسكين، ان شاء الله يسالي الخدمه حيت هو كيتعطل بزاف. فاول حاجه غادي نشوفو فين غادي ناكلو. انت شنو يبي؟ انا باغي هنا ناخذ هذاك الحوت المعزز المطال عندي، ومن بعد نشوف هي شنو بغات تاكل نتغداو حيت ما تغديناش في الدار الصراحه. ساره اليوم ساره حنا دابا عاد خدينا من هذا المطعم، خدات هي البرجر ديالها وانا طلبت من هذا الحوت ديالي، بس باقي كاع ما صونات هذه ما عرفتش علاه جاي. شو الصراحه نشوفوا واش واجده. احنا الحمد لله دابا عاد سالين الماكله الصداع بزاف. غادي نمشي انا وياها لسامسونج ستور، بغات تشوف التليفون، بغات شي تليفون هذا. غادي نمشي انا وياها ونديها حتى للابل ستور تشوف الايفون وانتم يا معاه. ديريني دايخه التليفون مو هذا. شوفي هاد التليفونات كاينين حتى حاجه ما عجباتك حتى واحد. هي باغا هذا جي 7 برو صح؟ سمارتي. دابا طلعنا من هذا المحل، غادي نمشيو نشوفوا ليها شي محل اخر فين تشوف هاد الجي 7. مع الله يغرب على الجي 7 ما لقاتوش مسكينه غتسطى. مشينا بزاف ديال المحلات بس ما كاينش. هي عجبها هذاك الشكل اللي وريتكم، وصراحه يعني زوين يستاهل. حلو هذا الشكل انت تبين صراحه حلو هكا، يعني بينك ديال البنات جيرلي جيرل. اوان ديليني حركات ها السيد كيشرح لها تقولها فيه ثلاثة الكاميرات، فيه ما عرفت شنو ما عرفت شنو. هلو فيه ما عرفت شنو، بابا مصوقش. هلو يول فين يوتيوب كيضحك. فكيف ما قلت لكم ما يعني ما عجبهاش، بغات تاخذ يعني شي حاجة أخرى. فغادي نمشيو نشوفو تو كنلقاو لها هاد جي 7 ديالها. جولتنا في دبي مول، حنا دابا غادي للدار. بنشرة صافي البدري فاب، غنمشيو نتسنى خالد حتى يجي من الخدمة ونخرج انا وياه. وغادي نشوفو انا كضحك نشوفوه من يخرج ان شاء الله من الخدمة، وغادي نخرجو انا وياه وغادي تشوفو معانا البقية ديال النهار. نمشيو نتسناو السي السيد في الدار ان شاء الله باذن الله. وهنا جينا للقرية العالمية انا وديليني، هي اول مرة غادي تشوفو جلوبال فيليج. جينا هنا نغيرو الجو، خالد غادي يتعطل بزاف، قلنا يعني بدا نبقاو نتسناو مسكين خليه في خدمته مشغول. اليوم نهاري انا وياها. جينا هنا للجلوبال فيليج غادي ندخلو نشوفو الدنيا وهذا، نمشيو للقرية المغربية نشوف سريلانكا نمشيو نشوفو الدول الاخرين كاملين اللي ما شفناهمش. انتم معانا في هذا المنظر الزوين صراحه. اليوم كاين الجو زوين ماشي حار بزاف، بارد.
وانا هني يعني هاي القريه العالميه اتشرف يعني بحضور ناس ما شاء الله يعني مسوين هني فعاليه مناسبه عام زايد مسوين يعني شيء بيدخل موسوعه جنس ما شاء الله عليهم. يعني نشوف عيال زايد نشوف تمر زايد هني ما شاء الله عليهم يعني عاطين كل جهدهم وكل وقتهم عسب يدعمون هالشخص اللي اعطى الكثير والكثير لدوله الامارات. يعني هو مؤسس الدوله ما شاء الله. فبعطي الكلمه واحد من المنظمين هني فهو بيشرح لنا يعني الاشياء كلها اللي موجوده هني وشو هم يقدمون بالنسبه للشيخ زايد ان شاء الله. تتشرف القياده العامه لشرطه ابو ظبي لتوقيع اكبر رساله حب ووفاء للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه في القريه العالميه. لدينا باص تقريبا الحين وصلنا حوالي 24,000 ما شاء الله توقيع. احنا موجودين من الساعه 4 لين الساعه 9 مساء في القريه العالميه ما شاء الله. ما قال الأخ يعني هذه رسالة وايد حلوة يعني يقدموها حق شيخ زايد يعني بصفته هو مؤسس الدولة ما شاء الله. فصراحة أشكركم على العمل الجبار اللي ما شاء الله. والله أنا بعد لي الشرف والله العظيم يعني بس مرة مني وقفتني البنية ما شاء الله عليه يعني كلهم حب وإخلاص ووفاء لهالقائد العظيم ما شاء الله. وأنا لي شرف أني أكون من مواقعين للشيخ زايد إن شاء الله. فنحن بنسير هني الكرام بتسير وياي وإن شاء الله بنوقع للشيخ زايد ليش لا. هذا واحد صراحة يعني شرف وشيء اللي نقدر نعطيه ولو بسيط لهالإنسان ما شاء الله اللي يستاهل كل خير. أهم شيء أنا شفته ولاحظته ما شاء الله التنظيم والأطر اللي واقفين على هالشيء صراحة ما شاء الله عليهم يعني مو مقصرين. يعني في شيء يعني حاطينه مكيف يعني بالنسبة للناس أي حد يقدر يعني يوقع لهالإنسان الحاجات الخاصة بعد وحتى للناس الاحتياجات الخاصة يعني موفر لهم أشياء عسب ما يطلعون في الدرج وكل شيء. يعني كفو عليكم والله. وجينا هنا وين؟ نحن وين الحين؟ الكويت داخل الكويت. أول حاجة بدينا فيها اللي هي على الدخلة اللي هي القرية الكويتية. صراحة خوكك داخل القرى ما عامرش بس برا ما شاء الله زحام. حتى اليوم الجمعة ويكند ما شاء الله يعني زحام بزاف. غادي ندوروها وتشوف القرية الكويتية واش فيها. على فكرة هذه أول مرة تجي هي القرية العالمية وعلاش لا ما نساريوهاش وأنا نتسارى معاها. طلعنا من الكويت جينا لهنا اليمن. صراحة أنا مستغربة أول مرة ندخل اليمن ما شاء الله عندهم داكشي زوين. نجي نشوف هنا بنتي واحد طحانة بحال ديال الأرقام بالزيت. شوفوا شوفوا شنو هاد جلسنا هنا بحال شي شارفة ديرين معصبة ما فينا صح؟ حرام ناس حرام تقول حرام ما كاينش الانترنت. الله يلا مزيان اختي ديري لينا هاد الصوفات هنايا جالسين فيهم نرتاحوا من بعد نمشيو للقرى الثانيين ونشوفوا شنو عندهم. جينا المغرب ديما نايضه فيها هما الدقه المراكشيه جالسين هنا غادي يبداو دابا. دليني شو هذا القرية حلوة يا مو حلو كتفكر حلو. حلو
واجد حلو واجد هابي واجد هابي مسكينه ان شاء الله دوم هابي. البلاصه اللي ما وريتش الاذن بعد سالم، هذه البلاصه اللي ما وريتش هنايا كلها مطاعم، يعني المطاعم بالكثر ما نقدر نمشي 100 مطعم بزاف ديال المطاعم، تلقاو كاع الاصناف ديال الماكولات وهذا اللي تبغيو. صراحه زوين، انا تار انتباهي هذا المطعم اللي عندهم بحال هكا كباب وهذا، حيت خفت ناكل شي حاجه تضرني في كرشي. غادي ناكلو عنده ان شاء الله ونشوفو ماكلتو كي داير. شوفك تضحك عليا تقول انا ما انا ما في بريغننت صح ديني ضحكي والله اختي ضحكي تقولك انا ما حاملاش ما خاصنيش نجلس معانا جالسه جالسه هنا عييت وهي تقول لي قول اجي جلسي تقول لي لا انا ما في بريغننت ايه انا ما في بريغننت. انا الحين تعبانه مره ثانيه تجي سريلانكا عيطي عين انا هذيك سريلانكا بعيده اوكي مره ثانيه شوف مره ثانيه والله انا يجيبك سريلانكا اوكي دايما انا وانتي سي سريلانكا نشوف سريلانكا شنو فيه وشو موجود هذا سريلانكا شو هني جوردن والله بزاف ديال القارات بزاف ديال القارة اللي ما دخلناش اليوم انا عييت صراحه صافي هذا الوقت مش انا ندخل الدار وان شاء الله انكم استمتعتوا معنا مع هذه الاموره هنايا نشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد باي.